كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وبخير وبسعادة ورزق يا رب. النهاردة 1/1/2024 أول يوم في السنة الجديدة، وأنا سعيدة أن يعني هنكون موجودين معاكم في أول يوم في السنة. سنة خير، سنة سعادة، سنة تفاؤل. كل سنة وكل الشعب المصري والأمة العربية كلنا بخير وطيبين يا رب، وسنة راحت بحلوها ووحشها، سنة جديدة إن شاء الله. يا مايويا كل سنة وانت طيبة، طيبة يا روحي. سنة سعيدة عليك إن شاء الله. يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. النهاردة أنا متفائلة جدا الحقيقة، يعني أول يوم في 2024، وكل سنة وكل مشاهدينا في كل مكان في مصر والوطن العربي بخير وصحة وسلام، ويا رب كل واحد فينا يحقق كل أمنياته وأحلامه اللي ما قدرش يحقق السنة اللي فاتت. بس أهم حاجة أنها تكون يعني أمنيات ينفع تتحقق وما تبقاش حاجة مستحيلة. ده انا معاكي طبعا انا مع كلام بتاع مي جدا، ان كل واحد اكيد احنا كان عندنا امنيات، كان عندنا اهداف حاطينها. طب انت كان نفسك تحققي ايه وحققتي؟ اشتغل في قناه المحور. لا والله بجد، يعني انا دايما امنيه او الامنيات ليا ليوسف ابني، انه ربنا يعني ينفخ في صورته ويبقى راجل كويس، ولد كويس بيذاكر، متفوق في دراسته. الحمد لله الحمد لله. انا شايفه يعني احنا لسه الامتحانات، النهارده اول يوم امتحانات عنده، يعني ادعوا له ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه. فامانيه كلها دايما بتبقى لابني، والصحه والستر بس. وبجد مش كلام مرسل او كلام اللي هو صدقوني، الصحه دي يا جماعه اهم حاجه. انا عندي شويه دور برد صغيرين مبهدليني، وكل شويه اكح وكل شويه اقول للاستاذ زياد معلش نقفل الصوت عشان انا ما ازعجش حضراتكم. فبجد اهم حاجه ان الواحد صحته كويسه وبخير واقف على رجله. ومهم قوي برده السلام النفسي طبعا، يعني مش اي حد بيقدر السلام النفسي ده، لانه بيخليك سعيد ومتفائل وعارف تشتغل ويومك مختلف، ويبقى عندك حاله من الرضا. الرضا طبعا، وزي ما انت قلتي ان احنا بنبقى حاطين أمنيات قدامنا وبنقول يا رب نحققها، مش عايزين نعجز نفسنا. بمعنى إيه؟ إن أنا ما حطش حاجة عالية قوي 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 عشان لما ما أوصل لهاش أقول إيه ما أنا ما عم... لا حضرتك إحباط. يعني ما يعني مثلا 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 ما جيش أقول إيه أصلا أنا بقى السنة اللي فاتت أنا ما كنت حاطط في دماغي إن أنا مثلا أشتري عربية موديل السنة، بس ما اشتريتش. ليه ما اشتريتش؟ هل مثلا أنت حوشت؟ هل أنت اشتغلت شوية زيادة فبيجي لك إنكم زيادة أو بيجي لك دخل زيادة؟ ما أنت ما تبقاش قاعد لي على القهوة وتقول ما أصل ما فيش شغل. لا حضرتك اسعى اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك. فيعني أنا أعتقد 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 إن خلي الأماني بتاعتنا أو طموحاتنا أو سقف، زي ما بنقول سقف طموحاتنا وتوقعاتنا، على قد الحاجة اللي هنعملها عشان ما يجلناش حالة من اليأس. لكن إن شاء الله تبقى سنة خير وسعادة على حضراتكم، وتعملوا كل اللي نفسكم فيه إن شاء الله. طب في فقرة حلوة قوي معنا نرمين. إيه بقى؟ إيه الفقرة؟ ايه بقى معاكي الفقره بتاعه الابراج؟ ايوه طبعا معايا. أيوة. انا وانتي دي كانت مفاجاتك. ايوه انا وانتي. ايوه ايوه انا معايا انا ومي فقره عن الابراج. خليني اقول الفقره دي المحببه والمقربه لقلوبنا لينا كلنا، كلنا هنتكلم عن الابراج، عن السنه الجديده، كل برج هيكون ان شاء الله حظه ايه، ويعني زي ما بنقول. ودكتور رئيف شاطر جدا الحقيقه، يعني جداً. توقعاته في الاغلب الوقت بتبقى صحيحه يعني. صح، وان شاء الله كده يبشرنا ويقول لنا حاجات حلوه كده عن مصر ام الدنيا. وهو قال لي قبل ما ندخل او قبل ما ابدا الحلقه، هو قال لي حاجات حلوه ان شاء الله نقولها لحضراتكم خلال الفقره، تكون معنا اول فقره ان شاء الله. ورغم ان 2023 عدد يعني بحلوها ومرها، بس جوه كل واحد فينا كلام او رساله نفسه يقولها لحد عرفه في 2023. يعني انا مثلا عرفت نرمين في 2023، وبجد يعني من افضل بنتي. الناس اللي عرفتها في حياتي الحقيقه. والله على قد بحبك، والله بحبك وبحبك والجدعانه اللي فيها. ربنا يخليك انت اللي جدعه وبجد والله. يعني دايما معروف عن البنات اللي مي اسكندرانيه. أيوة. مي من البنات اللي بنت بلد قوي بجد قوي قوي، يعني حتى لما اتعب الاقيها واقفه جنبي واقفه معايا وتتصل وتسال. يعني بجد دايما اقول من ست بمليون راجل، لا هي ست، انا دايما اقولها ست بمليون ست حبيبتي. بجد انت ست بمليون الف ست يا مي. يعني ممكن حد ده يكون أثر في حياته سواء طبعا بشكل إيجابي أو سلبي يعني. أكيد. والحقيقة أن أي حد أثر في حياتنا بشكل إيجابي سهل نقول له شكرا ويكمل معانا كده 2024 وعديت الاختبار. لكن يا ترى بقى الناس اللي اتخدعنا فيها ومكانوش قد الثقة ممكن نقولهم إيه؟ يعني أنا كمان بضم صوتي لصوت الناس اللي قالت شكرا لأي حد بجد في عمل لي حاجة حلوة، اداني سبورت، كان بيدعمني،
في 2023، وان شاء الله مكمل معايا. وبقول برضو شكرا لاي حد خذلني في 2023 وان شاء الله مش مكمل معايا. خليني اقول بقى يا مي ان الشهر ده هو شهر الاعياد والاحتفالات، وكلنا على طول يعني احنا بقالنا من 25 من الكريسماس واحنا بنقعد نعيد على بعض، مسلمين مسيحيين على فكره، احنا يعني ما فيش حاجه نقول اصل دول مسيحيين، لا احنا كلنا الحقيقه بنعيد على بعض. وزي ما انا قلت شهر واحد ده هو شهر الاحتفالات واعياد اخواتنا الاقباط والمسيحيين.